زمن بعيد خلقوا البشر، ومن أول يوم لنزولهم للأرض اختلفوا، لكن للأسف كان اختلافهم كبير لدرجة أنه أدى للقتل. وبعد أجيال وأجيال زاد الخلاف أكتر، وبنفس الوقت زادت الأشياء اللي اتفقوا عليها، وبين هالاختلاف والاتفاق ولدوا ملايين من البشر، وصار الاختلاف خلاف، وزادت الأنانية وحب الذات، وتعدت البشرية على الأنبياء، ومنهم قتلوهم والبعض طردوهم، وقل الخير وتفشى الشر وفرح الشيطان وأعوانه. يمكن أي واحد فينا يتفكر بكمية القهر يلي أصابت القلوب، يمكن نكون أنا وإنت أحد أسبابه. ليه ما نبدأ بداية جديدة؟ بداية تخلينا نفكر بشي يجمعنا، شي يوحد قلوبنا، شي يملأ هالكون بالحب والسلام. خلينا نبدأ بعيلتنا، بأقرب الناس إلنا. نبدأ نفكر بطريقة كلامنا وتعبيرنا عن اختلافنا. نعلم أطفالنا الاحترام ونحترمهم. نقدر كل الناس اللي منشوفهم بيومنا. نملي صحائفنا بعبارات إيجابية، ونضيف لقواميسنا كلمات جديدة، كلمات الشكر والمحبة والثناء. ولو خطر لك إنه إيد وحدة ما بتصفق، اتذكر إنك محاسب عن فعلك أنت، وصحيفتك هي اللي رح تقرر مصيرك بالدنيا والآخرة. فلا تبخل على حالك بالانضمام لعالم الإيجابية والخير قبل ما يفوت الأوان. فرب العالمين قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فقبل ما يصير هاليوم، ابحث عما يؤلف، ولا تركز على الفروقات ونقاط الاختلاف، وكن رحيم بنفسك وبكل من حولك، لتبقى شمعة مضواية بحياتك وبعد مماتك، وتترك أثر طيب يتذكروك فيه الناس ويضوي لك عتمة يوم القيامة. صدقني، إذا جربت رح تعيش حالة التوافق والانسجام، ورح تترك الاختلاف ولو خالفوك بالرأي. احترمهم ولا تجادلهم، فالحياة أقصر من أنه نقضيها بما لا ينفع.